نائب على هذا السؤال. بغيت نذكر ان المادتين 267 و268 من القانون 52/5 اللي تيتعلق بمدونه السير على الطرق، هما هاد الزوج ديال المادات اللي تتنص على كيفيه احداث واستغلال مراكز المراقبه. هاد الاحداث والاستغلال تيتم عبر طلب عروض تتعلن عنه الاداره، وتيتضمن هذا طلب العروض مجموعه من المقتضيات القانونيه والشروط والمؤهلات التقنيه والماليه للمشاركه في هذا طلب العروض، مع مراعاه بالطبع تكافؤ الفرص لجميع المواطنين. اصبح هذا الملف اليوم من اختصاصات الوكاله الوطنيه للسلامه الطرقيه اللي تتعمل تحت وصايه الوزاره، وتتقوم حاليا هذه الوكاله بتحضير طلب العروض، وغادي يتم الاعلان عنه خلال الاشهر القليله المقبله. وبالطبع يعني هاد الناس اللي متكلفين بالفحص داخل المراكز يمكن لهم ايضا ينخرطوا في هاد طلبات العروض. شكرا.